في هذا العرض سوف أقوم بحل بعض مسائل القسمة. إذا قلنا نريد تقسيم 2292 تقسيم 4، وهنا أريد أن أوضح لما تسمى بعملية القسمة الطويلة، ورأينا بعضا من هذا في الدرس الأخير. لم أسميها قسمة طويلة بعد، وأعتقد أن سبب تسميتها يعود لأخذها مدة طويلة أو أنها تأخذ حيزا كبيرا، ويعبر عنها بهذا الشكل. هذا الذيل الطويل الذي سيطول أكثر من خلال حل المسألة، كل هذا أسباب في اعتقادي الشخصي تعلل تسميتها بالقسمة الطويلة. أو يمكنكم إجراء القسمة من خلال معرفة الضرب 10 ضرب 10 أو 12 ضرب 12. وإذا قمنا بقسمة 2292 تقسيم 4 سنقوم بنفس العملية. ربما أنت لم تواجه مثل هذه المسألة من قبل، مثل 2292 على 4، هذه وهذه وهذه كلها عبارات متعادلة، ويمكنك القول هذا على شكل كسر، وقد رأيت كسورا من قبل، هذا هو، هذا كسر. لكن على أي حال سوف أركز على هذا في المستقبل، سوف أوضح طرق أخرى للقيام بعملية القسمة. لنقوم بحل هذه المسألة. ما ناتج 2 تقسيم 4؟ لا يمكن القيام بعملية القسمة لأن 2 لا تقبل القسمة على 4. دعوني أغير الألوان، دعونا ننتقل إلى 22. كم ناتج 22 تقسيم 4؟ 4 ضرب 5 يساوي 20، 4 ضرب 6 يساوي 24. هذا كثير. إذن لنعد إلى 22 تقسيم 4 يساوي 5، 5 ضرب 4 يساوي 20، وسيكون لدينا باقي ثم نطرح. كم ناتج 22 ناقص 20؟ إنه 2. ثم ننزل 9، ورأيت في آخر عرض ما معنى هذا، أليس كذلك؟ عندما تكتب 5 هنا في الأعلى في منزلة المئة، ففي الواقع هذه 500، لكن سوف أركز على العملية نفسها وسوف تفكر أكثر فيما أعنيه، أقصد في كتابة الأعداد. لكن أعتقد أن العملية ستكون واضحة جدا مع انتهاء هذا الدرس. إذا قمنا بإنزال 9، كم ناتج 29 تقسيم 4 على الأقل 6؟ ما ناتج 4 ضرب 7 يساوي 28؟ إذن 7 على الأقل. ما ناتج 4 ضرب 8 يساوي 32؟ إنه كبير جدا. إذن نعود إلى 7. 29 تقسيم 4 يساوي 7، 7 ضرب 4 يساوي 28، 29 ناقص 28 نحصل على باقي يساوي 1. علينا إنزال 2 هنا فنحصل على 12. كم ناتج 12 تقسيم 4؟ هذا السهل، 4 ضرب 3 يساوي 12، إذن 12 تقسيم 4 يساوي 3، 3 ضرب 4 يساوي 12، 12 ناقص 12 صفر، لا يوجد باقي لدينا، إذن 2292 تقسيم 4 يساوي 573. يمكن أن نقول أن ناتج قسمة 2292 على 4 يساوي بالضبط 573. إذن 573. لنحل أمثلة أخرى، سأقوم بطرح بعض المسائل وسأستخدم اللون الأحمر. لنفترض 6475 تقسيم 7، وربما هذه تسمى قسمة طويلة لأننا سنكتبها باستخدام خط طويل لا أعرف، فهناك العديد من الأسباب لتسميتها قسمة طويلة. إذن 6 تقسيم 7 يساوي 0، لذا علينا الاستمرار. الآن ننتقل إلى 64. كم ناتج 64 تقسيم 7؟ لنرى ذلك. كم حاصل 7 ضرب 7؟ هذا بسيط، دعوني أفكر قليلا. 7 ضرب 9 يساوي 63، لقد اقتربنا. 7 ضرب 10 يساوي 70، إذن 64 تقسيم 7 يساوي 9.
تسعة ضرب سبعة يساوي ثلاث وستون، وأربع وستون ناقص ثلاث وستون يساوي واحد، وهو الباقي. ننزل السبعة، كم ناتج سبعة عشر على سبعة؟ سبعة ضرب اثنان يساوي أربعة عشر، سبعة ضرب ثلاثة يساوي واحد وعشرون، وهذا كبير. إذا سبعة عشر تقسيم سبعة يساوي اثنان، اثنان ضرب سبعة يساوي أربعة عشر، سبعة عشر ناقص أربعة عشر يساوي ثلاثة. ثم ننزل الخمسة، وكم ناتج 35 تقسيم 7؟ هذا مذكور بجداول ضرب يساوي 5، إذا 5 ضرب 7 يساوي 35، وهنا الباقي صفر. إن الأمثلة التي قمت بها لم تحتوي على باقي في الناتج النهائي، دعونا نحل مثالا ربما يحتوي على باقي ولنتأكد من أن لديه باقي. هذا أسهل بكثير عندما تقوم بحل مسائل تحتوي على باقي، أسهل من تلك التي لا تحتوي على باقي. دعوني أقول إذا أردت أن أقسم على ثلاثة، حسنا أود أن أقسم مليون وسبعمائة وخمس وثلاثون ألف واثنان وتسعون. ستكون مسألة ممتعة، وإذا قمنا بحلها سنكتشف أن مليون وسبعمائة وخمس وثلاثون ألف واثنان وتسعون يقبل القسمة على ثلاثة. في الواقع يجب أن نتأكد من خلال جمع الأرقام، وفي المستقبل سأريكم كيفية تحديد قابلية القسمة على ثلاثة. سنقوم بحل هذا الآن، سنقوم بعملية جمع لهذه الأعداد. واحد زائد سبعة يساوي ثمانية، ثمانية زائد ثلاثة يساوي أحد عشر، 11 زائد 5 يساوي 16، 16 زائد 9 يساوي 25، 25 زائد 2 يساوي 27. إذن سيقبل هذا العدد القسمة على 3، فناتج جمع الأعداد هو 27. ويمكنك جمع أعداد الناتج 2 زائد 7 يساوي 9، إذن سيقبل القسمة على 3. هذه الخطوة نقوم بها فقط مع العدد ثلاثة، إذا هذا العدد يقسم على ثلاثة. دعوني أقوم بتغييره قليلا بحيث يصبح غير قابل للقسمة على ثلاثة. دعوني أقوم بتغيير عدد واحد ليصبح العدد غير قابل للقسمة على ثلاثة، لأني أريد لناتج القسمة أن يحتوي على باقي. انظروا كيف لنفعل هذا. الواحد لا يقبل القسمة على ثلاثة، إذن يمكن أن ننتقل للأمام ووضع صفر هنا، ومن ثم نقوم بعملية الضرب، هذا يسبب قليل من الفوضى. ننتقل منزل هنا، كم ناتج 17 على 3؟ 3 ضرب 5 يساوي 15، 3 ضرب 6 يساوي 18، إذن 17 تقسيم 3 يساوي 5، 5 ضرب 3 يساوي 15. ثم نطرح 17 ناقص 15 يساوي 2، ثم ننزل هذه الثلاثة. كم ناتج 23 تقسيم 3؟ 3 ضرب 7 يساوي 21، و3 ضرب 8 يساوي 24، وهذا كبير جدا. إذن 23 تقسيم 3 يساوي 7، 7 ضرب 3 21. ثم نطرح 23 ناقص 21 يساوي 2. الآن ننزل العدد الآخر وهو 5. أعتقد أنك فهمت الآن لماذا تسمى عملية قسمة طويلة. ننزل الخمسة، كم ناتج 25 تقسيم 3؟ حسناً 3 ضرب 8 قريب، ولكن 3 ضرب 9 كبير جداً، لنعد إلى 8. إذن 8 ضرب 3 24، المساحة هنا على وشك النفاذ. نطرح فيكون الناتج 1. 25 ناقص 24 يساوي 1. الآن يمكننا إنزال الصفر هكذا، فنحصل على 10 تقسيم 3، فكم الناتج؟ يساوي 3. 3 ضرب 3 يساوي 9، وهذا العدد قريب من 10. إذا 3 ضرب 3 يساوي 9، لدينا 10 ناقص 9، دعوني أرفع هذا قليلاً،
تسعة ناقص أو عشرة ناقص تسعة يساوي واحد، ثم ننزل العدد التالي، لم يتبقى مزيد من الألوان، سأنزل التسعة. كم ناتج 19 تقسيم 3؟ أعتقد أن 6 هو أقرب عدد، لأن ناتج الضرب سيكون 18. 3 ضرب 6 يساوي 18، إذا هنا نضرب ب6، 6 ضرب 3 لننزل للأسفل، 6 ضرب 3 يساوي 18، و19 ناقص 18 يساوي 1. انتهينا تقريبا. سأعود للون الوردي، ننزل هذا الواحد هنا. كم ناتج 11 تقسيم 3؟ هذا سيساوي 3، لأن 3 ضرب 4 أكبر من 11، إنها 12 وهذا كبير، إذا 3، 11 تقسيم 3 يساوي 3. 3 ضرب 3 يساوي 9، ثم نطرح ونحصل على 2. وبهذا لم نعد نملك شيء أن ننزله، أليس كذلك؟ إذا قمنا بحل المسألة وحصلنا على الباقي 2 بعد حل المسألة. إذا ناتج 1,735,091 تقسيم 3 هو 578,363، والباقي 2، وهذا الباقي 2 نتج من خلال عملية القسمة. أتمنى أنكم الآن تستطيعون القيام بأي مسألة قسمة، ومن خلال هذه المسألة أتمنى أنكم فهمتم لماذا تسمى قسمة طويلة.